أهلا بكم متابعينا في نشرة أخبار المساء نقدمها لكم من تلفزيون اليوم السابع، والبداية مع حور. أهلا بك حور. أهلا بك هشام وأهلا بكل متابعينا. أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي عن تقدير ألمانيا البالغ للدور المصري في وقف إطلاق نار في الأراضي الفلسطينية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب للمستشارة ميركل عن التقدير للإسهام الكبير الذي قامت به في تطوير العلاقات المصرية الألمانية. ونتابع معكم أيضا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم استقبل أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية ووزير والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أوضح أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وفلسطين، وتم تناول ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أكد إرادة الدولة الثابتة حكومة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة وتفويض أو تقويض خطرها أمنيا وفكريا، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التآخي والتعايش وحرية الاعتقاد، مشددا في هذا الصدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود. استعرضت الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جهود مواجهة فيروس كورونا وآخر مستجدات التعامل معها، وذلك موقف تطوير وتلقي اللقاحات، وقالت إنه تمت إتاحة تطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذا تمت إتاحته لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوي بالمحافظات وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات. وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157,000 من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة. وفي سياق آخر نتابع، استأنفت حركة قطارات دمياط رحلتها بعد إعادة فتح خطوط السكة الحديد بدمياط، حيث انقلبت عربتان من قطار ركاب فوارغ برقم 46 بمحطة دمياط بسبب اصطدامهما بجرار سكة حديد أثناء سيره بخط دمياط طنطا، ذلك دون وقوع أي إصابات، ما تسبب في تعطل حركة القطارات لمدة ساعة قبل انتظام الحركة مرة أخرى. وأفادت مصادر بالسكة الحديدية أن الحادثة لم يسفر عن أي إصابات. حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراتي الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريقين لمواجهة بعضهما عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بروزداد الجزائري في دوري الثمانية الإفريقي. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 يونيو، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 على ملعب الأهلي والسلام بجولة الإياب، وتقام المباراتان في 9 مساء بتوقيت مصر وتونس. ونختتم معكم نشرة أخبار المساء بأحوال الطقس. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء إلى الاثنين الموافق 31 مايو الجاري، وذكرت الهيئة أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، تظهر الشبورة المائية على الطرق. نهاية نشرة أخبار المساء، نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.